حطيتها بالسجن ورح تضل فيه. بس حماتي الشي اللي صار بيكون آخر همنا، مزبوط؟ حماتي همنا الوحيد هلأ هو هي المرة اللي اسمها فيديكا، واحتمال كبير إنه ساهيل ما يكون بده أي ارتباط مع فيديكا بعد الشي اللي صار معهم. بس طبعاً في شغلة واحدة ما لازم ننساها، لو شو ما صار يصير هي بتكون حامل هلأ بوريس هاي العيلة، ابن هداك السيد إله الحق بكامل الأملاك اللي بترجع ملكيتها لهي العيلة يا حماتي، مزبوط؟ إذا هذا الطفل ما بيجي على هي الدنيا كل مشاكلك رح تنتهي، وبهذا البلد ما في أكتر من الحوادث، حادث زيادة ما رح يشكل أي فرق. بعدين أنا متأكد يا حماتي أنه أنت نهائياً ما بدك يكون الوريث تبع عيلة أجروال من براتك، مزبوط حكي حماتي؟ أنت بدك هالوريث يكون من زوجة ساهيل ابن هي العيلة، مزبوط؟ أنا أبداً ما رح أسمح تكون فيديكا ماثور أم وريث عيلتنا لو شو ما كلفني الأمر. رح أعمل المستحيل لحتى أضمن ما يصير هالشي. أنا بعرف إنه ساهيل ما بيحبني لإلي، بس كمان بعرف إنه إذا أي حدا انكسر قلبه رح يدور على شخص يرتكي عليه، ويمكن ساهيل عم يعمل هيك، بس أنا ما بيهمني هالشي بنوب، لأنه الشي اللي بيعجبني بساهيل إنه إذا حب يحب من كل قلبه وعقله. بس بومي، هذا اللي عم يصير بينكم انتو الاثنين اكيد ما بيتسمى حب. صدقيني الحب مو هيك بنوب، الحب ما بيستغلوا في بعضهم لشي محدد. يمكن انتو حاسين بشي ايجابي، بس يمكن هذا الشي ما يكون كافي لترتبطوا. اكيد انتي صايره رومانسيه بهي الفتره، بس صدقيني وقت تبلشي تحبي لساهيل وهو ما يبادلك نفس المشاعر، وقت رح ينكسر قلبك. وساهيل لساته ولد، ومن السهل إنه هو يقع بالحب. فيديكا، أنا بس حابة خبرك إنه ساهيل. سكتي سكتي بومي، شو عم تعملي؟ بدك تحكي؟ أوه ماشي. فيديكا بومي بدها تخبرك بإنه نحن رح نضل مع بعضنا، وكتير مبسوطين فيديكا. وأهم شي هلأ الخبر العاجل، رح تكون خطبتنا بكرة. خطيبتي العزيزة، تسميلي شوي شوي. ايه صح، فرحتيلنا مو هيك؟ وهلأ ما عاد في داعي تقلقي علي بنوب، لأنه أنا صرت مسؤولية ساهيل. تماماً. في 100 شغلة لازم نعملها، بس أول شيء لازم اشتري لك الخاتم، خاتم ألماس. ما رح يكون في بنت بكل كانبور عندها مثله ألماس. وإيه؟ فيديكا رح تجي معنا؟ شو؟ والله صح، نسيت انه انت هلا حامل، لازم تضلي بالبيت مع ياش. كنتي دائما تطلبي مني انه استمر بحياتي، صح حكي مو هيك؟ وهيك عم اعمل. رح اتزوج قرايبتك، فيديكا مثلك تماما، هي نسخة عنك، تشبهك كثير. عن جد انا مبسوط. مانك مبسوطة؟ لا، أنا كتير مبسوطة، بس متفاجئة لأنه القصة صارت بسرعة. بهنيكن من قلبي. شكراً. شكراً لإلك. يلا.
فيديكا رح تعرفي هلا قديش صعب تشوف الشخص اللي بتحبيه مع حدا تاني غيرك وكيف عم يتعذب، ورح تختبري هالشعور عن قريب يا فيديكا. ما رح تحكي شي بس بالتأكيد رح تحسي بهالوجع. أنا فيني شوف الوجع والمعاناة اللي مرقت فيهم بحياتي بعيونك، بكل لحظة كل لحظة بشوفهم. نمشي؟ كيف هيك ساهيل؟ بده يكفي حياته وينسى كل شيء. هذا الخبر كتير حلو، وأنا هلأ لازم أكون مبسوطة. أنا صار إلي حياتي ولازم ركز على ابني وعلى زواجي. ليش ماني مبسوطة؟ ليش هيك ماني مرتاحة؟ آسف يا بومي، أنا أعلنت هلأ عن خطبتنا قدام فيديكا بدون ما خبرك حتى، بس أنا كان بدي أنه أجرحها شوي. رح تفكري أني شخص سيء، بس أنا بدي أشوفها عم تتوجع مو أكتر. أنت مو سيء، بس إذا رح تجرح فيديكا بهالطريقة فأنت رح تنجرح كمان. على كل حال، وإذا ما كنتي حابة تكوني جزء من هاي القصة خبريني، لا تخبي، لأنه أنا ما بحب استغل حدا تحت اي ظرف. لا اروق ساهيل، انت رفيقي واكيد انا بدي ساعدك. وبالمناسبه انا سمعت الحديث اللي صار بين ياش وفيديكا اليوم. ما سمعت كل شيء، بس في شيء ما نو طبيعي. هالزواج مو طبيعي بنوب، قصدي يمكن تكون حامل، بس بعتقد في شيء تاني بس نحن ما بنعرف فيه. وشو الفائده يا بومي؟ فيديكا اخذت قرارها وخلاص. أنا بعرف، بس علم على حكي. بمراسم الخطبة فيديكا رح تعرف حقيقة مشاعرها ورح تفهم حبها لإلك. إذا ما كانت مبسوطة بزواجها ومجبورة عليه، ما رح تقدر تخبي حبها الكبير لإلك ساهيل. شو مفروض أحكي؟ وأنا بتوقع يصير هذا الشيء، بس بكل مرة فيديكا عم تكسر قلبي. ما رح يخيب أملك هالمرة ساهيل، بس يتعلق الموضوع بالحب، الغيرة بتكون أكبر عامل فيه. كتير صعب إنك تشوف الشخص يلي بتحبه مع حدا تاني، وإنت بتعرف هذا الشيء كتير منيح ساهيل. بتشوف، واثقة الحقيقة رح تبين بالخطبة بكرة، وبكرة فيديكا رح تعترف بمشاعرها تجاهك قدام الكل. وأنا واثقة بإنه فيديكا رح تقلك أنا بحبك كتير. شو صار؟ ليش مصدومين هيك؟ نحن رح نخطب، ليش هيك متفاجئين؟ ايه صح، ما قلنا لكم من قبل لأنه صحيح. كان بدنا نعملكم إياها مفاجأة، مو هيك حبيبتي؟ ايه قولوا، شو رأيكم فيها؟ معقول ما حدا منكم بده يهنينا على هالشي؟ أنا فرحت لكم، بس ساهيل ليش مستعجلين هيك؟ ليش بدك تخطب اليوم؟ إيه وليش لا؟ بما أنهم مقررين فما لازم يأجلوها. هي أول مرة بتخلي هي العيلة فخورة فيك يا ابني ساهيل، وأكيد أنا موافقة على خيارك هاد. ساهيل، ما بدي شي من هالدنيا غير شوفك مبسوط. أنا رح أعمل كل ترتيبات الخطبة وأعزم الكل، لا تاكلهم أنت، رح تكون حفلة ضخمة كتير. أعطيني إيدك، يلا يلا. شكرا. موفقين. ابني أنت فكرت منيح بالموضوع؟ اسمعني، القصة هي مو أني رافضة بومي، بس أنا بتمنى أنك ما تكون أخذت قرار تندم عليه بالمستقبل. قصدي يعني أنت بتحبها لفيديكا. أنا كنت حبها ماما،